بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم الإخوة المتابعون جميعا، تابعنا أيضا هذه الأشواط الرئيسية الأولى، ذهب واحد الهنداسي واحد لابن عايض المنصوري. نشوف هنا الشوط الثالث الذي ينطلق الخاص بالبكار المقدمة مباشرة، والمركز الأول الشاهينية لحمدان بن حمد بن مبارك السليطي اللي في المركز الأول. المركز الثاني يأتينا الدور، هناك الدخول والقدوم كما نتابع مشاهدينا في هذه المياسة لعايض بن عوض بن عايض المنصوري. رأي الشوط اللي طاف بدأ ينافس مرة أخرى، بينما هنا أيضا دخول مع خيال لسعيد بن محمد بالكيلة التي ايضا وصلت في هذه اللحظات وبجوارها اسم غادم كما نتابع وتتابعون معنا شديدة لعمار عبد الرحمن المطروشي الذي وصل ايضا بدوره مشاهدينا، ولكن نتابع المقدمة، والمقدمة ذهبت بهذا الاداء الجميل مع حمدان بن حمد بن مبارك السليطي مع الشاهينية، السليطي مع الشاهينية، تسلط السليطي على الاضواء وتسلط على المركز الاول كما نتابع. المركز الثاني اللي قادم هناك ايضا ابو عوض في المركز الثاني، عايد بن عوض المنصوري وصل مين، بدأ يتسلل سعيد بن محمد بالكيل العامري مع خيال في المركز الثالث والمركز الرابع. هناك ايضا كما نتابع شديد الاعمار عبد الرحمن المطروشي، عودتنا الى الصدارة الشاهينية حمدان بن حمد بن مبارك السليطي. السليطي تسلط على الأضواء وعلى مقدمة الشوط وعلى المركز الأول وعلى الشوط. تهانينا للسليطي، السليطي سلام سلام يا السليطي سلام، أحلى تحية واحترام. المركز الثاني كما نتابع خيال سعيد محمد بالكيلة العامري، والمركز الثالث المركز الثالث لعايض بن عوض ابن عايض المنصوري مياسه. والتوقيت الزمني، التوقيت الزمني مشاهدينا دقيقتين و72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس بهذا الفوز الجميل المستحق الكبير، تهانينا والناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن، كان أداء مميز وكبير.